بالنسبة لسهم المصافي، سهم المصافي اتكلمنا ان هو بدأ يصعد شوية ولكن لسه ما اخترقش ال 179 80، وفعلا لما ما اخترقش ال 179 80 جه يوم الاحد حاول يطلع ويخترق ما قدرش ونزل. يوم الاثنين النهارده استكمل الهبوط، فما زال سهم المصافي لازم يخترق ال 179 ريال و80 هللة ويغلق عليها عشان يبدأ في الصعود مرة تانية لحد ال 191 20 لل 195 65. ننتقل لأرامكو. أرامكو خلاص بدأت تدي إشارات انعكاسية كويسة، أهي بدأت تدي إشارات انعكاسية كويسة من هنا. يوم الحد إشارة ممتازة، يوم الاثنين النهاردة إشارة ممتازة. أتوقع إن شاء الله إن سهم أرامكو يبتدي في الصعود. أتوقع إن إحنا نستهدف إن شاء الله 35 ريال 55 هللة، ده كهدف أول. هدف تاني إن شاء الله ممكن نشوف ال 35 81، وبعد كده إن شاء الله ال 36 ريال. ده بالنسبة لسهم أرامكو.